السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفال الصغار، اليوم سوف نفصل درس المدد معكم، يعني وسوف نقوم بإنجاز هذا الجدول مع بعض بإذن الله بشرح مفصل. إذا كما تلاحظون أبنائي الصغار، هذا الجدول فيه الساعة وفيه الساعة الصباحية والمسائية، يعني رسم لما فيهش العقارب تاع الساعة، لا توجد فيه عقارب الساعة الصغيرة والكبيرة، وجدول فيه الساعة الصباحية وجدول فيه الساعة المسائية أو الساعات المسائية. إذا كما تلاحظون نبدأ بأول ساعة، كما ترون قدمت لكم ساعة يعني خالية من عقاربها، والتاسعة صباحا عندكم مكتوبة في الساعة الصباحية التاسعة صباحا، وفي الساعة المسائية لم يكتب شيء، أليس كذلك يا أطفال؟ إذا سوف نحاول الحل مع التلميذ الصغير. لاحظوا، إذا للأسف الصوت لم يكن واضحا، وبالتالي ارتأيت إعادة الشرح للتلاميذ. 16 17 18 19 21. بارك الله فيك. إذا 21 جاي. إذا هل مغير في تماما؟ لا. ركز مع الأستاذة، ركز مع الشيخة. أطفال حمزة، هذه اقرأها اقرأها. التاسعة صباحا، وهذه مساء. التاسعة التاسعة مساء. التاسعة التاسعة صباحا. التاسعة مساء. إذا لاحظتم جيدا يا أطفال، لكي ننتقل من الساعة الصباحية إلى المسائية نضيف إلى 9 12، يعني 9 + 12 يساوي 21، لكن عندما نقرأها لن نقرأ 21 بل نقرأ التاسعة ليلا، أليس كذلك؟ إذا إذا صباحا نقول التاسعة صباحا، أم إذا كانت في الفترة المسائية نقول التاسعة ليلا. إذا لمعرفة كيفية القراءة وكيفية كتابة الساعة. يلا ضع العقرب الصغير في 9 في هدوء. دعوا جاي. شكرا. الآن من يأتي؟ سيدي اقرأي هذه. تماما عيدي. تماما. إذا عقرب الصغير أم كبير؟ كبير. كبير جيد. الكبير نعم الكبير. إذن العقرب الصغير يشير إلى الساعة التاسعة، إذن يذهب مباشرة إلى 9، أما العقرب الكبير فيشير إلى تماما. 00 تدعى تماما على الساعة، فنرسم العقرب الكبير المتجه نحو 12 الذي يمثل كلمة تماما. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم الجزئية الأولى، يعني أنا في التاسعة صباحا التاسعة مساء، وهذا للتمييز بين الساعات والدقائق في رسم العقارب الموجودة في الساعة. لننتقل من الساعة المسائية الصباحية، ماذا أفعل؟ أنقص 12. إذا لننتقل من الساعة المسائية إلى الصباحية، ماذا نفعل توشي؟ أنقص 12. يلا توشي نقصي 12. 21 20 19 17 16 15 16 17 18 19 19 نقص واحدة، 9 نسيت واحدة في الوسط، 9. إذا على كم تحصلت؟ 9 ونصف صباحا. بوريك هي 9 ونصف صباحا. من أصاب يا أطفال؟ جاي ديروا لي إشارة، إشارة الأستاذة من أصاب. جاي 9 ونصف صباحا. شكرا توشي. مها تعالي بنيتي السبورة. إذا مها، ما هو العدد الذي يشير إلى الساعات هنا؟ يشير و 9. إذا ضعي الرقاص الصغير. 9 أطفال نحن هنا. إذا من يأتي؟ تذهب إلى 6. إذا تعالي، هذه ماذا نقرأها؟ والنصف. إلى ماذا تشير؟ إلى 6. جيد إلى 6. بوركتي.
ننتقل إلى ثالث ساعة وهي الساعة 10:15. إذا وجدتم الرقم 15 على اليمين فهو يمثل ربع ساعة، يعني الساعة نقسمها على 4 وتعني ربع ساعة التي فيها 15 دقيقة، أليس كذلك يا أطفال؟ وللانتقال من الساعة الصباحية إلى المسائية أمس فقط بالعدد الذي يمثل الساعة، يعني أمس بعشرة فقط لا أمس بالربع، يعني هذيك أتركها كما هي، يعني 15 دقيقة أترك الدقائق كما هي. العاشرة أضيف لها 12 فتعطينا 22 يا أطفال، وأما الربع فنبقيها على حالها. هكذا يا أطفال سوف تتوسعون في هذه التمارين إن شاء الله بإذن الله للتمييز بين الساعات الصباحية والمسائية وتمثيلها على الساعات الموجودة لديكم في يعني الساعات الفارغة بعقارب الساعة. وهكذا يا أطفال أدعوكم للمزيد من المراجعة اليومية فيما يخص الساعات وتطبيق ساعات أخرى في المنزل بإذن الله، وسنعيد تثبيت هذه المفاهيم بتمارين أخرى إن شاء الله. ترقبوا مني مزيد من الفيديوهات للشرح المفصل. السلام عليكم ورحمة الله، ولا تنسوا يا أطفال أن المراجعة والمداومة هي أساس النجاح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.